أنا بعد أقترح على شبابنا ومذكروا على أن في عصر ما يالا العادة كانت في عادات المجتمع، والله في نظرته في مراحل معينة، والله في حقب معينة من الزمن، أن العادة كان فيه عمل قد يعود ما يليق بعمر والله زيد، والله عمل ما هو ملائم، نذكر الشباب وهو وتاكل وحاسب على فهم الأمور وحاسب على وعيه أنه يفهم على أن مات لنا في ذاك العصر وذاك مات لمولاي. قررنا تخصيص مبلغ 20 مليار أوقية قديمة في ميزانية الدولة سنوياً، معناها ما هي مرة واحدة وتعود مستمرة. لتسريع وتيرة التكوين ولتنمية مهارات الشباب وتسهيل ولوجهم لسوق العمل ونفاذ للتمويلات بطريقة ملائمة كيف اللي كانوا طالبوا بها. كذلك قررنا على أن تعود خالقة لفترة 6 أشهر منحة شهرية للخريجين اللي ما زالوا يلودون العمل خريجين 2019 من الجامعات والمعاهد و2020 وخريجين 2021 يعودوا يجبروا ذي المنحة عادية ولا هي أكبر من قدها، يا غير تمكن في ذي الفترة اللي ذهي من تعاونهم في البحث في سوق العمل عن عمل. تقريبا الدور تعود 20,000 فوقية للخريجين الجامعات و 15,000 فوقية قديمة الخريجين المعاهد التكوين. كذلك احنا عندنا هذا اللي كنا نتكلموا عنه هون، هم خريجين الجامعات وخريجين المعاهد التكوين المهني، يا غير احنا فيه قدر من شبابنا مع الأسف خصوا الحظ في التمدرس، إما تسرب بالعجلة من المدرسة والله ما قاسها قاع من عند الراس و ذي الفئة اللي نبتها من الشباب لا بد هذه هي من تعدلها لفتة بطريقة تجبر بها تكوين والله تكوينات تتناسب مع مستواها المتدني في التمدرس، والله انعدام التمدرس قاع بالمرة. وقررنا على أننا بدؤول تكوينات لصالح 60,000 من هذا الشباب من ذي الفئة، وخصص لذاك مبلغ 14 مليار من الأوقية القديمة إن شاء الله. قررنا كذلك على أن تعاد هيكلة المجلس الأعلى للشباب،